أكد دكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن الحكومة المصرية تبنت سياسات تضمن تحقيق الأمن الغذائي المستدام، خاصة في ظل التحديات الإقليمية المتزايدة والتي تواجه المنطقة وتتطلب مزيدا من الجهود لإصلاح الأنظمة الغذائية. جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير التموين والتجارة الداخلية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر لمناقشة تجارب دول المنطقة في تحول النظم الغذائية، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الإقليمي لتسريع تحول أنظمة الغذاء في المنطقة العربية. من جانبه أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الخطوات الهامة والضرورية في سبيل تحقيق أمن غذائي مستدام، ومنها الاهتمام وإعطاء الأولوية لمشروعات استصلاح الأراضي العملاقة والتوسع في مساحات الأراضي الزراعية.